بيجي كله سيد على يعني تزامنا مع من وقت للتاني كلام بيطلع عن محمد شريف والزمالك، محمد شريف وبيراميدز. هل حصل تواصل مع الناديين لاستطلاع إمكانية انضمام اللاعب وبداية التفاوض مع الخليج؟ او انا اكون صريح معاك، من بدايه الموسم، من بعد انتقال محمد بشهرين من النادي الاهلي لنادي الخليج، تم الاستطلاع الراي عن طريق بعض الوكلاء المقربين من نادي الزمالك، اللي على اللي هم يعني اصدقاء ليا، ولكن الامر كان مرفوض تماما، لان اللاعب لما انتقل للنادي الاهلي انتقل للاحتراف، انت فاهم قصدي؟ مفهوم. انتقل ان هو اللاعب يخوض تجربة جديدة، حاجة تأهيلية ليه ان هو يكون من ضمن اسماء منتخب مصر، لان هو كان طالع من النادي الاهلي عشان يروح منتخب مصر عشان خاطر ياخد فرصة اللعب اكتر ويلعب ايوه في المنتخب. ولكن مفهوم. لما تم عرض الامر من خلال بعض الوكلاء، لا طبعا يعني الامر كان بعد كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك، كان الأمر مرفوض يعني ده بعد تمام. أول شهرين، ماذا عن بعد نهاية الموسم اللي على بعد 12 مباراة؟ هل ممكن تفتح من جديد المفاوضات؟ وإيه رأيكم إذا جاءت من جديد؟ والله هرجع تاني وأقول لك، محمد شريف عنده عقد سنتين بيحترمه، مبسوط جدا في نادي الخليج، مكمل بإذن الله تعالى لغاية آخر تمام، يوم في عقده. مفهوم. طيب، في سياق متصل بقى بيخصك أنت بعيدا عن محمد شريف، أو قبل ما أختم عن محمد شريف، يعني انطباعه بيرجع للمنتخب مرة تانية بعد يمكن فترة من الغياب من عهد كارلوس كيروش ثم فيتوريا، هو ازاي بيعيش ايامه الحالية وهو بيعود مرة تانية تحت قيادة حسام حسن؟ والله هو شرف كبير جدا ان هو يكون من ضمن اختيارات كابتن حسام حسن، الاسطوره، اسطوره مصر، وان كابتن حسام حسن يختار محمد شريف ويكون مهتم بيه، وهو والكابتن ابراهيم والجهاز الفني بيتصل عليه ويطمنوا عليه ويشوفوا اخباره ايه، دي حاجه كبيره بالنسبه لمحمد ولثقه محمد وانطباعه. لا سعيد جدا، شرف لأي لاعب ان هو يمثل المنتخب الوطني، بالأخص في ظل قيادة الكابتن حسام حسن. ايوه مفهوم. طيب، ازارو في تقارير بتقول انه خلاص اللاعب احتمال تجربته مع عجمان الاماراتي تنتهي، وبالتالي في كلام على عروض من دول خليجيه مختلفه. ايه مصير علاقه ازارو مع ناديه الحالي؟ أزارو بالأصل هو دلوقتي آخر